بالتاريخ في محو عمده بالتاريخ هو نادي البطولات من اجل فوز متقرب من اغلب البلاد. الساعة ونصف ممكن ارتجل الثاني الفصول اخر الحصة الاضافية وممكن لاخر الحلول ركلات جزاء ترشيحية او كما يحكم الطليان تسميتها ووصفها لنظرية نتعرف الليلة من البطل.
تهيأ هي للقب. تمشي الكرة من فنان المشكور للتماس. كرة في العمق، العمق خطيرة جدا. كرة كبيرة، كرة تقطع. كريم سياني حاول تبادل الكرة. مرة أخرى حذاري من لمساته، انتباه لهمساته. يحاول يمر الدفاع يتصدى. المباراة ممكن تتغير بجزء كبير في مباراة ممنوع فيها الأمن والاطمئنان. طبعا مباراة صعبة، مباراة حاسمة جدا. أصدقائي المشاهدين، الآن نرجع مع العزيز حازم الكاديكي في قمة التقييم وخبرانا بجودة التحليل، كل من خالد بيومي وخالد محدين خبيرنا في استوديو الرياضة. إذا لكم الكلمة والله ولي التوفيق.